كما قررت إصدار قرار بالعفو الرئاسي عن كافة الغارمين والغارمات ممن يقضون عقوبات بمراكز الإصلاح والتأهيل والإفراج عنهم قبل حلول شهر رمضان المعظم. والحقيقة صحيح السيد وزير الداخلية كنت بتكلم معاه فقال لي خرجوا النهاردة بمعززين مكرمين، هم 85 غارمة وحتى الغارمين. وممكن من فضلك الميكروفون لو سمحت، أنا بس عايزك تطمنهم يعني على الإجراءات اللي تفضل. هو حضرتك تفضلت بإصدار قرار بالعفو عن جميع الغارمين والغارمات اللي موجودين في مراكز الإصلاح والتأهيل، وهم عددهم 85 شخص، 40 سيدة و45 رجل، باعتبار أن الرجل رب الأسرة أيضا. يعني حضرتك تفضلت بالعفو عنهم، وتم فعلا تنفيذ القرار، وتم كمان حضرتك تفضلت بأن يكون في مساعدة لتغطيه. المساعدة من عندك أنت يا محمود، أنت اللي المساعدة من وزارة الداخلية. لا يا فندم، لا من عندك توجيه حضرتك فندم. لا لا صحيح، المساعدة من عندك تفضل. مساعدة للمخرج عنهم حضرتك لتغطية مصاريف شهر رمضان الكريم. كل سنة وأنتم طيبين.